راقيه من جابس، نصل الى نهايه حلقه اليوم. اشكر الدكتور محمد الهاشمي. لا، في طلب كان جاني طلب يا سي توفيق. نعم، كلمتني اليوم اخت من تونس، قالت لي بجاه ربي اليوم عشان الفرحه دي. يقولوا في تونس، كنت نسمع في صوتنا. نعم تفضل تفضل. يقولوا في تونس يسموها الغلغله، هذه التعليله كتعبير تقول بجاه ربي، يقول نتاع لا اله الا الله. كان ما عندكش معنى هنسمعك نغمتها لانه فرحانين هم جماعه. تفضل. حتى الاخ اللي قال لك مش من العريضه قال لك فرحان لانه انتصار. لا مش واحد فقط، يعني حوالي ثلاثة قالوا. فهم هي تقصد النغمة الحلوة هذه بتاعت سي راؤول جورنو، هذا فنان من فنانين القدم، تونسي يهودي، والغنيته معناها أغنية الفرح في تونس. لا إله إلا الله والفرح واتانا، كل من عادانا جانا وهنانا. لا إله إلا الله والفرح واتانا، كل من عادانا جانا وهنانا. وعندنا الأخرى اللي هي في الأفراح هذه بتاع الجاموسي الله يرحمه. الله معانا معانا يا هنانا ويا هنانا، الله معانا معانا يا هنانا ويا هنانا، يوم الفرح جانا والعالم هنانا، يوم الفرح جانا والعالم هنانا. الله معانا 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 معانا. يلا يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة وعلى سي توفيق. أنا راني المكالمات هذه اللي تجي من الإخوان والأخوات راهو أنا ماش حاجة راهي تأثر فيا بصراحة. أنا نقول الحمد لله على حسن ظن الناس هذا بي، إن شاء الله ربي يجعلني خيرا مما يظنون ويستر أني يعني ما لا يعلمون، وإن شاء الله نكون في مستوى الأمال اللي هم معلقينها